كادبري بريطاني ب 35 بولمان ضد كادبري مصري ب 40 بولمان. لا منجوجو انت عكست، المفروض المصري ارخص. انت هتعدل عليا يعني؟ يا عم انا بلفت نظرك بس، خليك في حالك، انا عارف انا قلت ايه كويس. الشوكولاته دي انتاج بريطاني لقيتها بتتباع في مصر وارخص من مصر، ده كبيره ان صلاحيتها لسه قدامها كتير. اللايك والفولو بقى، ودوس على السهم واعمل نسخ للرابط عشان الفيديو يطلع فوق. تعال نفتح فندق المصري. قبل كده احنا جربنا اللي بالبوندو دي، بقى انا جايبها ساده شوكولاته بالحليب بس. طبعا في المستورد بعمل لك هنا ان انت تقدر تفتحها وتقفلها تاني. انا كده كده حبك ما تقلقيش، ده المصري وده المستورد. المستورد اغمق سنه، اتنين تقريبا نفس الحبه بابن بلد. قانون بسم الله. يا جدعان اللي بيفهم في الشوكولاته ياكل شوكولاته بالحليب. طعم شوكولاته كادبري الجامد مع طعم الديري ميلك القمر بتاعنا البريطاني. ايه الحق، في معلومه انا لسه واخد بالي منها دلوقتي، طلعت دار رغم ان انا مش حاسس فيها بمراره الشوكولاته الدارك قوي. حلو، يعني احنا كده ضربنا عصفورين بحجر او ثلاث عصافير. شوكولاته مستورده ارخص من المصري ودارك عشان لو عامل دار. انا عايز ايه تاني بقى؟ حد ده وانا ضميري مرتاح 100%، المستورد يكسب.